السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة عرض شاشة هاتف الأندرويد على الكمبيوتر بكل سهولة باستخدام أداة جميلة جدا على متصفح الكروم، جوجل كروم. بكل سهولة هنروح على الرابط الخاص اللي احنا طبعا نلاقيه أسفل الفيديو بالديسكريبشن، الخاص بالأداة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها، وهنعمل لها هنفتح الرابط ونضغط على إضافة إلى كروم. شايفينها دي إضافة إلى كروم، عشان نضيفها نقول له اد اب او اضافه التطبيق الاداء اد اب. وبعد ما نضغط عليها كده خلاص احنا هيتم تثبيت الاداء على جوجل كروم بكل سهوله، ومن خلالها هنقدر نعرض شاشه الهاتف الخاص بنا الاندرويد على الجهاز الكمبيوتر بكل سهوله، نستعرضه ونتحكم فيه ونقلب ونسجل ونعمل كل حاجة احنا عاوزينها على الأداة. الأداة طبعا فيها إمكانيات أعلى، ولكن بتبقى برو أو مدفوعة. تمام، بتبقى برو أو مدفوعة زي ما احنا شايفين اهي الأداة هنا. هي لو أنا ضغطت عليها كده يقول لي إن هي موجودة. طيب بعمل أنا إيه؟ بوصل التليفون بتاعي بالكمبيوتر عن طريق وسط اليو اس بي عادي خالص، بوصله بالكمبيوتر عندي. بعد ما أوصل الموبايل الاندرويد بالكمبيوتر عن طريق وسط اليو اس بي، بضغط على اطلاق التطبيق هنا. تمام، وبلاقي بعد اطلاق التطبيق بيظهر لي الشكل اللي قدامنا ده، شايفين ده هو كده خلاص قرا الجهاز بتاعي. هو قرا هنا اهوتي، لو انا ضغطت فيو هي بان الجهاز عندي. تمام، ادي الجهاز اهو ظهر، اهو هيبدا يحمل واحده واحده الموبايل. تمام، زي ما احنا شايفين اهو ظهر الجهاز عندي، اقدر ان انا اقلب فيه واخش على القوائم عندي بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده قدامنا اهو، قدامنا اهو. طيب في حاجات لازم ناخد بالنا واحنا بنثبت الاداء عندنا. شايفين احنا لو في مشكله عندنا في الدرايفرز الخاصه باليو اس بي، هنضغط هنا هننزل حاجه اسمها اي دي بي درايفرز، دي خاصه باليو اس بي بتعريفات اليو اس بي لو ما اشتغلش عندنا او كان في مشكله في تعريفات اليو اس بي. في نقطه تانية مهمه لازم نوضحها، بنروح على الضبط هنا، ومن الضبط لازم نفعل حاجه اسمها ديباجنج في الجهاز. بنروح على حول الهاتف عشان نفعل خيار المطور لو مش متفعل عندك. بنروح على معلومات البرنامج، ومنها بنروح على رقم الاصدار، بنضغط عليه 7 مرات 1 2 3 4 5 6 7 يقوم يشغل حاجه اسمها وضع المطور. برجع كده هلاقي في حاجه زادت عندي اسمها رجعتين اسمها خيارات المطور. بضغط على خيارات المطور هنا بتظهر لي بعد ما اعمل الحركه اللي هي 7 مرات دي، وبروح على حاجه اسمها تصحيح يو اس بي او يو اس بي ديباجنج بالانجليزي، بفعله كده زي ما احنا شايفين لازم يكون متفعل يو اس بي ديباجنج او تصحيح يو اس بي. وبكده اقدر استخدم الاداه بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده قدامنا، بكل سهوله جدا. ان انا قفلت بعمل فيو يقوم فاتح لي الجهاز عندي بكل الفيديو عجبك اعمله مشاركه، لو عايز تفيد غيرك شاركه، ولو في استفسار اتمنى نشوفه في التعليقات. وما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وتشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.